أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إني لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنها الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إن في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هو الذي ينزل عزيز الحكيم، له ما في السماوات والأرض وهو الولي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يضربون وجوههم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وكذلك أوحينا إليك كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أم اتخذوا من ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن ينزل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من محيص. الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء، والله هو الولي وهو يحيي الأرض وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرؤكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هو السميع العليم، له مقاليد السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ما وصينا به نوحا، وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولو كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد لفي شك منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت ليعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باهتة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ومن يدرك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يعزم به الله، ولو كلمة الفصل لقضي فإن لو كلمات الفصل ولو كلمة الفصل لقضي بينهم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم، وهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يتقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب أليم شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجز في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني